راح نتابع محطاتنا وشيف حسين صار ناطرنا، وايضا اكيد اجابه على اسئلتكم من قبل على الواتساب، وختام طبخاته لليوم ورشه ملح. هون صار الوقت افتح تم السمكه وحط بقلبها بقدونش وحشايش وزينها بهالشكل. رح ارجع انا مشاهدينا لكن للبصل، نرجع للشوربه. عندنا شوربه الشوفان بالدجاج، هالشوربه كثير طيبه. طبعا حطينا طنجره على النار، في بقلبها فخاد دجاج عم بيغلوا مع بعض، ضفنا الشوفان. هلا صار الوقت لاجي ضيف ايضا مشاهدينا من البصل الجوانح لهالوصفة، وبنرجع بنضيف لها من رب البندورة أو البندورة المطحونة بالإضافة لعصير الحامض. لكن أنا وياكم بعدنا مستمرين بتحضير سفرتنا الرمضانية، طبق الشوربة هالطبق الأساسي كل يوم بده ينزل على سفرتنا. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. طيب هون حطيت لكن مثل ما شفتوا البصل، وهون رح جيب الفليفلة، ضيف ايضا من الفليفله الحمراء، كمان بحط فليفله حمراء على الوجه. هيدي صار جاهز عنا، لكن مشاهدينا هيدا الطبق صار جاهز عنا كبسة السمك. في عنا الطبق الثاني هون، في عنا الطبق الثاني وصفة الحلو. وصفة الحلو حضرناها لكن عم نشوف مقادير كبسة السمك عم تمرق قدامنا على الشاشة. وفي عنا حط كبسة السمك طبق الحلو الهريسي. الهريسي برجع انا هون بذكر كل المشاهدين قبل ما نجاوب على الاسئلة اللي بعثتوا لنا اياها على الواتساب. طبعا بالنسبة للهريسي اول شيء كمان عم نشوف مقاديرها للهريسي على الشاشة. جبنا خلاط كهربائي او عجانة، حطينا فيها من السكر بالاضافة لبرش جوز الهند بالاضافة للسمنة. هون بين هلالين برجع بذكر كل المشاهدين السمنة لها تأثير كتير كبير على طعمة الهريسي. لكن حطينا سمنة خلطناهم مع بعض، رجعت استعنت بالسميد وبيكنج السودا بالإضافة. طبعا حطينا بيكنج السودا وحطينا السميد وحطينا لبن، خلطناهم مع بعض. جبنا صينية دهناها بطحينة، طبعا طحينة تونيس فود، وسكبنا هالخليط وفوتناهم على الفرن على حرارة 180. أنا وياكم خلينا نشوف نحن العجينة. هيدي هي لكن العجينة، عجينة الهريسة. هيدي عجينة الهريسة قبل ما تنخبز بتجي عنا بهالشكل. هي اللي حضرناها اللي بقلبها جوز الهند وبقلبها السميد، حضرتها لكن مشاهدينا وخبزتها وصارت عندي بهالشكل بعد ما كنت مفوتها على الفرن على حرارة 180. هون في شغلة انه شلتها دغري من الفرن وحطيت عوجها القطر. بعد ما حطينا عوجها القطر بنحسها انه نحنا طرت، صارت طرية عندي هالوصفة. لكن هاي الوصفة بتطرى بس نحط لها القطر، بس بترجع بتتماسك وبترجع بتجمد بعد ما تبرد عندي. يعني ما تخافوا إذا طرت، هيدا القطر رح يرجع يخليها للهريسة كلها سوا تتماسك مع بعضها. أما هلأ صار الوقت أنا وياكم لحتى جاوبكم على الأسئلة اللي بعتولنا إياها على الواتساب. طيب رح نجاوب على أول سؤال بالنسبة للمشمش المجفف. المشمش المجفف نحن بناخد حباية المشمش منقصها اثنين ومنحطها على شرشف. طبعا شرشف أبيض أو حي الله مش ضروري اللون يعني، منحطهم برا بالشمس. طبعا بده يكون الطقس جاف، ما بده يكون في رطوبة بمكان رطوبة لأن الرطوبة ما بتجفف عنا. لكن مشاهدينا منحطهم بمحل تكون الشمس والطقس يكون كتير منيح. طبعا هون نحن بنترك المشمش تقريبا حوالي 3 ايام لاربع ايام بالشمس لحتى يجف وتنشف منه المي. كنا امبارح عم نخبر على البندوره المجففه كيف بنجففها. البندوره المجففه نفس الطريقه، بس البندوره المجففه هون نحن مشاهدينا نستعين بالملح الخشن لحتى كمان ما تعفن عندي البندوره. اما المشمش فيني كمان المشمش جففه، حطهم بخيطان وعلقهم وارجع جففهم. اما ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للقشطه المنزليه، نحن من بدايه عالم الصباح عم نحضر انواع قشطه منزليه وانا برجع بعدلكم اياها. المسجل مقاديرها للقشطه المنزليه
فيكم ترجعوا تسجلوا المقادير. بدنا 2 كوب من الحليب، بدنا معلقتين من السميد، معلقة من النشا، بدنا معلقة من الطحين. نخلطهم كلهم مع بعض على البارد ومنرجع منحطهم على السخن لحتى ما يكعزل عندي الحليب. هلأ هون انتو فيكن تحطوا لها سكر وفيكن تخلوها حلوة مثل ما انتو بترغبوا، فيكن تحطوا لها سكر وفيكن ما تحطوا. نرجع منجيب من جبنة الموتزاريلا المبروشة المحلية، منضيفها لهيدا الخليط، منشيلها منسكبها. طبعا مشاهدينا فينا ننكهها بماء الزهر وايضا بماء الورد، حتى كمان فيكن تحطوا معها مسكة بتعطي نكهة كتير طيبة. وفينا كمان نحط معها من الجبنة المجدولة بعد ما نكون محلينا. هيدي بالنسبة للقشطة المنزلية. أما بالنسبة في عنا سؤال طريقة التوم. طبعا طريقة التوم بالنسبة لطريقة التوم الكريمة كريمة الدجاج على الطريقة اللبنانية، نحن هون برجع بذكر كل المشاهدين، أو فينا نعملها بالنشا أو فينا نعملها بالبيض. في عنا طريقتين بنقدر نعملها فيها. إذا بدنا نعملها بالنشا ما بدنا نتناول بيض، ما عنا أي مشكلة، منجيب طنجرة منحطها على النار، منحط فيها مي لحتى تغلي كتير منيح. بجيب النشا بدوبهم على البارد، لكن النشا على البارد برجع بحط مشاهدينا معهم مي، مندوبهم ومنضيفهم فوق المي اللي عم تغلي. بعد ما نضيفهم فوق المي عم تغلي بنحصل نحن على خليط سميك، بده يكون خليط شادد كتير منيح. هيدا الخليط منشيله منحطه بصينية نتركه لحتى يبرد. بعد ما يبرد منقطعه شقف، هيدي الشقف منحطها بالخلاط الكهربائي بالإضافة لتوم الحب، منخلطهم مع بعض ومنحط لهم من الزيت النباتي. طبعا الزيتات منحطهم تدريجيا شيئا فشيء مثل الخيط، ما منحطهم دغري كات، شكل خيط مع رشة ملح، وأيضا منحط من عصير الحامض. أما بالنسبة للبيض بناخد من زلال البيض، منخلط كتير منيح زلال البيض مع التوم، وبنرجع كمان منصير نضيف زيت النباتي تدريجيا مع رشة ملح وعصير الحامض. هلا انتو هم مشاهدين اذا طلع كتير جامد عندي البيض سوري التوم، ساعتها انا هون برخيه بالتلج. بكل الحالات حطوا تلج لخليط التوم لحتى كمان يبيض عنا، لان التلج بيعطي لون بياض للتوم. طيب عنا بالنسبة كمان بعد في عنا سؤال للكريم باتسيير. الكريم باتسيير كمان وصفة كتير طيبة رح خبركن عنا، بس بالاول بدي ضيف من البندورة المطحونة للشوربة. لكن عندي بندورة مطحونة، وايضا بعد في عندي من الملح وسبع بهارات. كمان مشاهدينا لكن عندنا ملح وسبع بهارات بدي ضيفهم للشوربة. طيب عندنا سبع بهارات، ايضا منحط ملح، كمان بدنا نحط مشاهدينا ايضا من الفلفل الاسود. لكن ضفنا فلفل اسود ومنحركهم مع بعض. بضل في عنا عصير الحامض. هالشوربة الكتير طيبة شوربة الشوفان بالدجاج. اوكي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. كيفك؟ يا اهلا وسهلا. عم بتشوفي شو عم بصير؟ عم بترحب فينا السمكة. شي كتير قوي. سمكة. هون رح ضيف عصير الحامض. انا قد ما من قبل عم نشم ريحة البهارات والسمك وهيك وكل هدول، ما انتبهنا انه في حلو صار على الطاولة. في حلو صار جاهز. ايه. هاتي لنشوف الحلو انا يلا وياكي. يلا هاتي نشوف الحلو. طيب. ايه. اوكي وهي طبق الحلو. يا عين. شيء قوي كثير. انه مايا ما بدك يعمل حلو يعني.
انه بس كله باعتدال، كله باعتدال. طب ما هي بعد على الافطار بده واحد ياكل كله باعتدالها، الشوربه والفتوش والطبق الرئيسي، وبعد شوي بياكل شيء حلو. اوكي، هيدا طبق الحلو. اوكي، بضل في عنا طبق الشوربه. يلا، اكيد نحن غيدة، انا خبرت المشاهدين انه دغري بنشيلها من الفرن وبنحط القطر على الوجه كمان. طب القطر لازم ينحط بس اول ما تطلع من الفرن، اذا ما حطيت القطر اول ما تطلع من الفرن ما بتشربهم، ما رح تشربهم بالضبط. هون انا بلشت كمان اسكب الشوربه. اوكي، شو رايك؟ عظيم. هذه الشوربه كثير منيحه، فيها من الشوفان وفيها مثل ما عم بتشوفي من فخاد الدجاج. اها، هيدي مش لشخص واحد، هيدا الفخاد الدجاج. طيب، هول لكان مشاهدينا وصفاتنا لليوم. كان في عنا وصفتين مالح، سامحونا اليوم ما قدرنا نحضر وصفة سلطة، لأن كان في عنا نجاوب على الأسئلة. ايه، ما منلحق. صح، ما منلحق، أنا وياك ما منلحق. بس أنا يعني كنت وعد المشاهدين من أول شهر رمضان إنه رح أحضر لهم كل يوم أربع وصفات، شوربة، وصفة حلو، وصفة مالح. مش مشكلة، اليوم يعذروك لأنه طيب. السمكة أوريدي بتاخد وقتها، والسمكة أوريدي حرزانة. طيب، بعد ما خلصنا خلينا يلا قد ايه بعد عنا وقت؟ نص دقيقة. يلا ها، طيب بهالنص دقيقة بدنا نزرع ال... انا خلصت بهن، انا خلصت بهالنص دقيقة. انا هيك غيدة بدك تحط، كنت الفستق بس اذا بدك حطهم هلا على الجنريك. حطهم هون، يلا حطهم على الجنريك. طيب، دغري انا هيك بهالوقت بدي اقول للمشاهدين ان شاء الله وصفتنا لليوم يكونوا نالوا اعجابكم. بدي اشكركم، اشكر كل اللي كانوا عم بتابعونا. رمضان كريم اليك، رمضان كريم لكل المشاهدين. ما تنسوا بكره الساعة 10 ناطركم مع وصفات كثير طيبة، وصفات كمان جديدة لسفرتنا رمضان. اكيد، شكرا كثير حسين، اكيد يعطيك الف عافية. افطار شهي واكيد صيام مقبول للجميع. ان شاء الله بيكون نهاركم كثير حلو وين ما كنتوا عم بتتابعونا، واكيد تمام الساعة 10 بكرة عالم صباح جديد مع عالم الصباح اكيد، وانا بشوفكم نهار الاحد. باي باي.